علشان العذراء مريم والقديسين والملائكة والشهداء. أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الآباد آمين. تفضلوا استريحوا. أنا مبسوط إن أنا هشوفكم تاني ونتعلم مع بعض حاجة جديدة. يلا نتفضل نقول مع بعض بالإشارات معايا. يا خاطئ أعرف طريقك وارجع لربك وتوب، خد المسيح من نصيبك، أعظم نصيب للشعوب. تاني، خد المسيح من نصيبك، أعظم نصيب للشعوب، النور ينور حياتك. تاني، النور ينور حياتك، نور المسيح العجيب. تاني، نور المسيح العجيب، واغسلك من ذنوبك يسوع بدم الصليب. تاني، يا خاطئ اعرف طريقك وارجع لربك وتوب، خد المسيح من نصيبك، أعظم نصيب للشعوب، النور ينور حياتك، نور المسيح العجيب، واغسلك من ذنوبك يسوع بدم الصليب. علشان العذراء مريم والقديسين والملائكة والشهداء. أبانا الذي في السماوات، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفانا أعطينا اليوم، اغفر لنا يا رب ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة، نجينا يا رب من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الآباد آمين. النهاردة هنتعلم حاجة جديدة جميلة كلنا عشناها، بس مهم ناخد بالنا منها، اللي هي ايه؟ بالإشارات، الخطية خاطئة جدا. تاني، الخطية خاطئة، يعني الخطية وحشة كتير قوي، علشان كده بنقول تاني الخطية شفناها في الكتاب المقدس بتقول كل إنسان وقع فيها بيتعور وبيتعب، وكمان ممكن الخطية تموت وتودي فين؟ يبقى طلع هتكسرين جرحة وكل كتلاها أقوياء. عشان كده أنا أشوف الولد أو البنت أو الست أو الراجل أما قابله وأسلم عليه، أشوفه وشه زعلان متضايق عرفان مفيش بركة في البيت، مفيش سلام من جوه قلبه، بو 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 الآن من جوه فيه، من جوه فيه ايه؟ من جوه فيه ايه؟ خطية وحشة. عشان كده تلاقي كل الحاجات فوق دماغه، ممكن يكون الصبح لسه قايم من النوم قايم ابوك ويتخانق وزعلان، علشان ايه؟ الخطية خاطئة جدا. ويقابل صاحبه يشوف، اهلا كويس؟ كويس، هاو عايش؟ الحمد لله مفيش، ربنا ما اعرفش، طب عامل ايه كويس؟
كويس مش كويس مش مهم، انا اصلا امبارح بالليل ما نمتش. يبقى ده ايه؟ الخطيه خاطئه جدا. وكمان البنت مع صاحبتها قاعده مع بعض في المدرسه او في الشغل او في الجيران، تلاقي شكلها وحش. صباح الخير، اهلا وسهلا. طب هي مالها؟ حرام كده غلط. انت تصحى الصبح تعمل ايه؟ مفيش. علشان ايه؟ الخطيه خاطئه. تاني نقول يا خاطئه اعرف طريقك وارجع لربك وتوب، خد المسيح من نصيبك اعظم نصيب للشعوب. يبقى نقول تاني الخطيه خاطئه جدا. علشان كده المره الجايه ان شاء الله هنشوف حاجه حلوه بالاشارات ازاي ها هتوب. شكرا. بسم الله والابن الروح القدس الان واحد امين. مشاهدي قناة ميسات، اهلا بكم معانا مرة تانية في برنامج بتاعكم ايدك لسانك. زي ما اتكلمنا وتعلمنا المرة اللي فاتت ان احنا هنتعلم النهاردة قالب به لحد من الاول للاخر مع بعض. ايدينا واشارتنا نشتغل مع بعض. الف ب ت س ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن واو ه ي. هقولهم تاني كل حرف مرتين كده. ألف يبقى كده ايه؟ ألف ب ب. هقول تاني ألف ألف ب ب ت ت. فيها نقطتين فبحط صباعين بقول ت. تاني ت س ثلاث نقط س س جيم جيم ح. تاني ح خ. فاكرين خال كان حرف الخ؟ خ دال 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 وعليها نقطة هتبقى زال دال زال. ر ر زين اللي هي ر وعليها نقطة زين. سين تاني سين. لما اقفل ايدي واعمل كده بتبقى الشين شين كده حرف الصاد شكله بس بعمله على خدي صاد يبقى كده صاد. هعملها تحت كده تبقى ضاد يبقى صاد ضاد. ط حرف الط ط وعليه نقطة هيبقى ظ يبقى ط ظ. عين عين غين يبقى عين وعليها نقطة هتبقى غين. ف تاني ف قاف نقطتين بحطهم جوه بقي قاف يبقى كده قاف. كاف بصباع واحد بقول كاف كده. لام كده حرف اللام. ميم فاكرين قلنا ماما ميم ألف ميم ألف ميم ميم. نون واو ه ي. هقول تاني نون واو ه ي. يبقى كل دول الحروف هقولهم تاني كلهم مع بعض. ألف ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن واو ه ي. خلوا بالكم الالف في اول الكلام الف، لكن في وسط الكلام بتتمد. زي ماما بقول ماما يبقى ميم ألف. أنا أنا يبقى ألف
مشبوكة بميت جيم. كده كلنا مع بعض خدنا الحروف الأبجدية اللي هي ألف ب اللي ممكن أسأله اسمك إيه ويكتبهولي على إيدي أو يقولي إشارة. شكرا، والحلقة الجاية هنتعلم جديد مع بعض، بس عاوزة في البيت نذاكر ونحفظ. ماشيين؟ ماشي. يا خاطي أعرف طريقك وارجع لربك وتوب، خد المسيح من نصيبك، أعظم نصيب للشعوب. تاني، خد المسيح من نصيبك، أعظم نصيب للشعوب، النور ينور حياتك. تاني، النور ينور حياتك، نور المسيح العجيب. تاني، نور المسيح العجيب، واغسلك من ذنوبك يسوع بدم الصليب. تاني، يا خاطئ اعرف طريقك وارجع لربك وتوب، خد المسيح من نصيبك، اعظم نصيب للشعوب، النور ينور حياتك، نور المسيح العجيب، واغسلك من ذنوبك يسوع بدم الصليب. هنكمل مع بعض. خد بالك، فاكرين كنا اتكلمنا وقلنا لازم مهم قوي ان انت تاخد بالك. هتاخد بالك منه ازاي؟ النهارده تتقابل معاه البسمه لا تفارق وجهك، على طول بسوم، مش زعلان ولا متضايق ولا قرفان ولا تعبان. اول ما تقابله لازم، هو جاي الكنيسه علشان يشوفك مبسوط، او انت قابلته في الشارع هتبقى مبسوط. خد بالك. تاني حاجه، ممكن لو انت علمته وقلت له ان شاء الله الاسبوع اللي جاي او الشهر اللي جاي او في الصيف هوديك رحله، خد بالك اوعى تضحك عليه، هو انسان زي ما احنا فاكرين وهو بيحبك، فلازم لما تقابله تكون صادق معاه. نتقابل تاني المرة الجاية في حلقة جديدة من إيدك لسانك في سلسلة خد بالك. شكراً.